مصور مصري عجبه فيلم الجوكر، تقمص الشخصية، قلدها بمكياجها بلبسها، ونزل يجري في شوارع مصر. الأطفال خافوا منه، الكبار حبوه، تصوروا معاه. يا جماعة، لما الواحد بيحب حاجة بجد بتلاقيه لبسته وهو لبسها وتقمصها وحبها. هو ده اللي عمله المصور، حب الجوكر فالجوكر حبه، نزل بيه وطاح في شوارع مصر.